الخلاف اللي بينك وبين خالد حسيته من طرف واحد. ما في داعي تفهم. لحياتك كلها لا تفكري أبداً إنه ممكن تربحي علي. في حدا بعت لنا شي ما كنا بنحلم فيه أبداً؟ وقف، هذا هو. أنا رح ورجيه قيمته. برافو عليك صدقي، دقيت لمديرك وخبرته فورا. التفاح الحرام يومياً 7:15 المساء على الـ MTV.